صناعه الزجاج وصقله وتشكيله والطبع عليه وحتى حفره بالرمل ونحته بالليزر. في ظل ثورة المعلومات كلنا نعرف الزجاج المسطح والزجاج العازل. رغبة، طموح، جرأة، خليني أسميه هوس حميد تجاه تطوير الزجاج في هذا المصنع السعودي. إيش فرق الزجاج هذا عن الزجاج هذا؟ أقرب لك أكثر. طيب إيش فرق هذا الزجاج عن هذا الزجاج؟ طيب إيش فرق زجاج الجوال عن زجاج البيت أو السيارة؟ تفاصيل كثير في الغبار، في التمسيح، في التنظيف. طيب كيف لو يكونون كلها بهذه الجودة وبهذه الأناقة وبهذه التقنية العالية جدا؟ تفاصيل كثير. تعالوا معنا اليوم في مصنع القباني في برنامج سواعدنا، راح نفاجئكم ولا ما نفاجئكم، راح نوريكم اللي انتم تتوقعونه. تعالوا معي. بدأ المصنع عام 2013 وانتقل المصنع بعد التوسع والتطور في اواخر 2018 الى المصنع الجديد. كان المصنع اشبه بورشة صغيرة تقوم بتزويد الشركة الرئيسية بالاعمال الزجاجية. ومع تطور هذه الاعمال ومع جودتها العالية والاعمال الفنية التي تخرج منها، لفتت انظار المستثمرين وملاك العقار. ولما رأى ملاك الشركة مدى حرص ملاك العقار والمقاولين على الحصول على منتجات مماثلة لما تصنعه الشركة، حرص أصحاب المال على أن يكون هناك مصنع يواكب أحداث التطور المتواترة والمتوالية ويجهز بأحدث أنواع التقنية ليصل إلى أفضل أنواع الأعمال الزجاجية، من حيث المحافظة على جودة بأعلى المستويات وكذلك الإبقاء على المنظر الجمالي. فتقرر بناء المصنع عام 2017، واستغرق بناء هذا المصنع حوالي سنة وثمانية شهور. عدد المكائن في هذا المصنع هو 23 مكينة، وعدد الموظفين أيضا 200 موظف. ما شاء الله. السعوديون يشغلون عدة مناصب في هذا المصنع، منها الإدارة والإشراف والهندسة والمراقبة وأعمال الصيانة وأعمال الجودة. في كل مكان تلقاهم موجودين. ولأن رضا الناس غاية لا تدرك، ففي التصاميم يصعب حصر المنتجات، لأن هذا المصنع يصنع منتجات زجاجية حسب رغبة العميل. أهم المنتجات الموجودة بهذا المصنع هي تصاميم الزجاج والزجاج المسطح. الكبيرة والمصانع الكبيرة، الأمن والسلامة رقم واحد. الأمن والسلامة أمر بالغ الأهمية سواء على الأفراد أو على المصنع. عشان كذا احنا جبنا الأستاذ نايف الخضيري مدير الأمن والسلامة في مصنع القباني الزجاج. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. أهلا وسهلا. كيف الأمور معكم هنا؟ الحمد لله على نظرك. الحمد لله الأمور طيبة. الحمد لله. وسائل الأمن والسلامة اللي تتبعونها هنا إيش؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اولا نشكركم على زيارتكم ودعمكم لنا فيما يعود لنا في تنميه القطاع الصناعي او الخاص بصفه عامه. طبعا المصنع الحمد لله مجهزينه بكامل انظمه مكافحه الحرائق ولله الحمد، وعندنا اليه للزوار خاصه بالزائرين، وعندنا اليه خاصه بالعاملين داخل المصنع، والحمد لله نسبه الإصابات في انخفاض ولله الحمد. أشوف الهلمت هذه من الأشياء الأساسية اللي لازم تستخدم. أيوة في المصنع. طيب اليوم عشان تكون وسائل السلامة متوفرة وعشان يكون
العمالة عندكم عندهم دراية كبيرة، اللوحات الإرشادية اللي تستخدمونها تكون بلغات متعددة ولا بلغة واحدة، أو أنه تعتمدون فقط على التدريب؟ طبعاً لا، على كل الخطوتين. طبعاً عندنا لوائح مترجمة إلى الأردو وإلى الإنجليزي وإلى العربي، بحيث أنه تنسجم إلى جميع اللغات هنا أو جميع الجنسيات تقريباً. ما شاء الله تبارك الله، من نجاح إلى نجاح، ودائما أتمنى لكم بيئة خالية من الإصابات وسليمة دائما بإذن الله. موفقين أستاذ نعيم. شكرا لك حبيبي. الله يسلمك. تتم صناعة المنتجات في هذا المصنع. الزجاج لدى مصنع القباني بتصاميمه وديكوراته وجماله وحسن رسمه، كيف تم؟ هنا يتم عملية تفكيك الزجاج باحترافية ومرونة كبيرة. ليش؟ لأن عندنا هذه الآلة الغير تقليدية. في هذه المرحلة يتم تغذية آلة الفرز وتحميلها. عشان تروح وين؟ الآلة القص هناك. في هذه المرحلة يتم قص أو تقطيع الزجاج بشكل آلي حسب رغبة العميل. في هذه المرحلة يتم عملية فصل الزجاج بطريقة آلية وطريقة احترافية. ليش احترافية؟ لأن هذا الجهاز يعد الجهاز الأحدث على مستوى العالم. هذا الكلام. في هذه المرحلة يتم طباعة شعار الشركة أو اللوجو الخاص بالشركة عن طريق الليزر، كذلك حف الزجاج وصنفرتها من الجوانب. هذا الكلام. وفي هذه المرحلة يتم عملية غسل الزجاج. في هذه المرحلة يتم عملية تقسية الزجاج في الفرن. الجدير بالذكر أن هذا الفرن يعتبر الوحيد في العالم الذي يعمل. تغير العمران كثير، وتطورت صناعة الزجاج بشكل أكبر وأكبر، وتغيرت طلبات العملاء. في هذا المكان تحديداً يتم عمل العزل للزجاج. عزل عن إيش؟ عزل عن الغبار، عن المطر، وتحديداً وأكثر طلب دائما نطلب العزل للخصوصية. وبكذا نكون في نهاية خط الإنتاج من ناحية طلبات العميل، والقص والتلحيم والأشياء اللي شفناها اليوم في مصنع القباني حاجة تدعو للمبخرة. يا أخي مرة شكرا. بعد ما خذينا جولة في خط الإنتاج والصناعة والتصاميم، أنا أحلى فقرة عندي تعجبني في برنامج ساعدنا لما أجي ألاقي اللي يشتغل على الإنتاج أو اللي شغال على الآلة سعودي. يا أخي هنا تعرف اللي ضحكته من هنا لهنا، هذا هو أنا في هذا البرنامج. ليش؟ لأن تعودنا أن السعودي يعمل في الإدارة، لكن في خطوط الإنتاج لا، أغلبهم كلهم يكون ياما مقيم أو عمالة وافدة. اليوم أنا مع أحد المميزين سامي حيدر، راح يشرح لنا التصميم والعمل وكيف يتم في هذا المكان. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور أخوي خالد. كيف الأمور؟ تمام؟ والله الحمد لله تمام. نبغى تعطينا تفصيل عن اللي يصير معكم في خطوط الإنتاج وعلى الآلة وشغلكم في القباني للزجاج. أولاً أشكركم أول شيء على لقاءكم وعلى وجودكم معنا وعلى دعمكم للشباب السعودي. يعني الحمد لله نحن حاليا موجودين في اغلب المصانع، وحاليا احاول اوصف لكم احنا كيف نقدر نشتغل في الماكينه دي، مع انه ما هو موضوع صعب الشغل في الماكينه دي. تقريبا اخذت عليها تدريب لمده اسبوعين او ثلاثه اسابيع والحمد بس. لله ما شاء الله الحمد لله. عاد الموضوع يحتاج شاب، هو يحتاج الشاب اللي هو عنده الطموح وعنده الفكره اللي هو يقدر يسوي شيء.
ممتاز. فنحن نبدا من البدايه اللي هي تقدر تقول الماكينه حقت التصميم، مو التصميم، في ماكينه في البدايه اللي هي تقدر تقول تنظف القزاز من الاغبره اللي هي بسيطه جدا جدا حلو. جدا بسيطه. بعد التنظيف تخش تدخل القزازه هنا، بعد كده نبدا نطبع على الماكينه هذه اللي وراك هذه. ممتاز. نعم. ايوه حنطبع عليها هنا، بعد كده تخرج على الخط الاخير حق الانتاج ومنها للفرن ان شاء الله تعالى. ممتاز. الخطوات هذه كلها من الغسيل والتصميم الى هنا، كل واحد مسؤول عنها ويشرف عليها او انه كيف الاليه؟ لا حاليا انا مسؤول عن 3 خطوات اللي هي خط التنظيف، الطباعه اللي هو التنشيف اللي هو اخر خط. بعد كده البداية في التصميم يكون في شباب عندنا مسؤولين حقون التصميم، بس برضو لازم نحن نديهم الرأي لأنه نحن اللي بنشوف آخر حاجة في اللوحة بعد الطباعة. ممتاز. فلازم يكون عندنا نصح لهم من ناحية اللون، الدقة حقة الصورة، كيف بعد الطباعة بتكون. فهذا هو اللي استفدناه بعد التدريب. يعني اليوم سامي مو بس مشغل آلة، لا سامي ممكن يكون حتى مستشار في التصاميم، لأن بتكون المرحلة الأخيرة بين يديك. بالضبط. ممتاز جدا. سمعت انه في اشياء كثير تعبتوا فيها وانتم كنتوا تعبانين، كنتوا مبسوطين انكم قاعد تشتغلون عشان تنوي الشغل. نعم زي ايش مرت عليكم؟ في عندنا مشاريع هي ضخمه، يعني ان احنا المجموعه حقت القبانك بتقدر تشرف على مباني، مساجد، بس كلها طباعات على قزاز. انا عارف وفي اشياء ممكن تقدر تقول انها لوجو، اشياء صغيره ممكن تكون على مكتب، ممكن في حائط، في المنازل. يعني عندنا اكثر من قسم نقدر نتخصص فيه في الطباعه. الحمد لله. الشباب السعوديين اللي معك كذا نفس الاكتيفيتي عندك والنشاط والحماس هذا؟ اتمنى. اللي معك هنا اللي موجودين اللي في المصنع والله بيرفكت. طيب بيرفكت. جد الحين بيني وبينك، احنا قاعدين مع بعض تمام. غالبا كان يقول السعودي يا اخي ما يحب يطلع برا البلد كثير، وانتم ما شاء الله بعيد مره عن جده. يعني خلينا نقول على مشاوير جدا انه هذا يعتبر جدا بعيد. الشيء الثاني السعودي ما يحب يشتغل على الاله، وده بشغل الاداري. انت كيف تصنف هذا الموضوع الحين؟ لا الشغل الاداري انا بالنسبه لي ممل. يعني لما يكون الواحد عنده حرفه يدويه ويقدر يشتغل ويقدر يبدع حيبدع اكثر واكثر. الشغل الاداري مقنن انا بالنسبه لي، فما ما يعني عندي خبره اداريه لمده 3 سنين ما شاء الله في شركات اخرى، لكن الحمد لله انا اشوف انه الافضل للسعودي انه يكون عنده مهنه يدويه او حرفه يدويه يقدر يستفيد منها بعد كده. حتى يعني حتى لو ما حصل شغل ممكن هو يستفيد منها. سامي مو انه ما يبغى يشتغل اداري، لا الرجال عنده خبره جاهزه وعنده 3 سنوات، يعني يقدر يقدم سيفي على هذا النمط وهذا العمل وياخذ الوظيفه. الرجال حاب وهاوي انه يشتغل على الاله عشان ينتج، عشان يشوف مراحل الانتاج. عشان كذا دائما اقول لكم السعوديين احنا نفتخر فيهم، السعوديين هم اللي يقودون هذه الدفه، هم اللي يقودون هذا البلد، هم اللي يقودون هذه الاعمال، هم اللي يقودون الصناعه نحو جيل جديد، جيل تجاري، جيل صناعي. سامي ومن على شكله سامي احنا نفخر فيكم ونتباهى فيكم للأمانة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وبالتوفيق دائما. الله يعطيك العافية. غالبية الأعمال والمشاريع في هذا المصنع تكون للشركات المحلية أو الفنادق أو الأسواق اللي نسميها مولات، كما يتم تصدير المشاريع لكل من مصر، الأردن، الكويت وكذلك في مصنع القباني للزجاج. الأستاذ مصطفى بخاري يحكي لنا اليوم تفاصيل بداية وتفاصيل المنتجات، كيف بدأوا وكيف كانوا ملهمين لهم المستثمرين، الملاك، العقاريين، كيف استفادوا بنظرة اللي حولهم، فكرة جديدة، رؤية جديدة، لأن يكون عندك منتج جديد، لا مصنع جديد، لا طموح جديد، خلال التواصل، خلال الاستمرار، خلال التطور المستمر في هذا المصنع والانتقال من مكان لمكان. تفاصيل كثير، الأبلغ والأدق في تفاصيلها الأستاذ مصطفى بخاري. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور والسرور. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم أعضاء الفريق في شركة عصام خيري قباني لأعمال الزجاج. طبعا إذا حبيت أني أبدأ في بداية الشركة كيف بدأت،
طبعا احنا بدانا في اشبه ما يكون بورشه صغيره جدا كانت مكمله للشركات الاخرى. الشركه الرئيسيه عندنا هي شركه مقاولات، فهي كانت مكمله لاعمال المقاولات. كانت اعمال بسيطه، كان فيها الادوات او الاجهزه المستخدمه هي هذه وهذا فقط، تولز بسيطه تستخدمها يعني قص يدوي، اعمال يعني حرفيه اكثر من انها يعني مهنيه او تصنيعيه. اي نعم. بعد كذا يعني كان الكواليتي حق والجوده حقت المنتجات يعني لها صيت، والكل كان يعني يشكر فيها من ناحيه الملاك العقاريين والمقاولين. فجاءت فكرة أنه لا نبدأ نطور العمل أكثر وأكثر في المجال هذا، وندرته في السوق صراحة يعني تحفز الشخص أنه يبدأ في المجال هذا. ففعلا بدأنا في المجال هذا، اشترينا تقريبا ماكينتين صغيرة، كانت مكانة حقت القص ومكانة حقت التمبرينج اللي هي الفرن، وعليها بدأ العمل على هذا الأساس بس، واجهات محلات مثلا، أبواب داخليات، مراوش، أشياء بسيطة صار فيها اهتمام أكثر وأكثر. فبعد كذا توسعنا، دخلنا في اللي هو الدبل جليزينج، لما شفنا فيه الإقبال بشكل ممتاز لدرجة أنه يعني حتى في بعض المشاريع الحكومية كان موصفة لإقزاز خارجي، فلما أعطيناهم العينات قالوا اوكي يعني الجوده عندكم ممكن تكون افضل والسعر اقل، يعني بخلاف كمان ايضا اللي هو التصدير والوقت اللي يروح فيه القزاز ويرجع من دوله الى اخرى. فالحمد لله جات فكره برضه ايضا المستثمرين عندنا والملاك راوا نظره مستقبليه في مجال الزجاج، استثمروا في هذا المصنع، وبدأنا في شهر 7 2018، يعني لنا تقريبا أقل من سنتين في يعني في هذا المصنع. ممتاز. اليوم أنت قديم في المصانع أو التجارة، تاريخكم جدا قوي، سنتين عشان تبرز. أنا اللي أعرف أنا أنه سنتين 3 سنوات الواحد يبدأ، أنت في سنتين ما شاء الله برزتوا. على إيش استندتوا أو إيش كان سبب التطور يعني السريع جدا؟ تمام. في عدة محاور صراحة يبحث عنها العميل عادة: السرعة، الدقة والجودة، والاعتمادية، إذا كان المنتج حقك يعني يعتمد عليه أو لا. هذه 3 محاور إذا ركز عليها المصنع طبيعي جدا إنه سمعته راح يعني تنتشر وتطلع بشكل قوي جدا. أيضا كذلك يعني لا أنسى التسعير والأسعار حقت المنتج راح تلعب دور مهم جدا في عملية بناء السمعة. دخولكم اليوم في سوق المنافسة على الزجاج، بحيث أنكم دخلتوا ما راح أقول متأخر، ولكن حسب التاريخ نقول دخلتوا متأخر. اليوم عشان تنافس السوق أنت عندك الجودة العالية، على إيش أنتوا قستوا جودتكم؟ طبعا في مواصفات عالمية بريطانية وأمريكية تقدر تختار إحداها أو كلاها، نحن اخترنا الاثنين يعني ما شاء الله. أي وشغالين على الستاندرز هذه، مطلعين الأفضل منهم بما يتناسب مع الزجاج اللي شغالين عليه والمشاريع اللي طالعين في التوصيف عليها، والحمد لله يعني قدرنا نوصل لمستويات قياسية. ممتاز. خلال سنتين صار عندكم منتجات، أو أنتوا برزتوا بشكل كبير في تصاميم المنتجات،
أنا خذاني الشوق أشوف التصاميم هذه. أكيد طبعاً، أكيد طبعاً. قبل فترة اشتغلنا في مشروع من أكبر المشاريع في وقتنا الحالي هذا الآن، لم يعلن عنه، مشروع دخل موسوعة جينيس العالمية كأكبر مبنى أو أكبر مرايا في العالم. هو عبارة عن مبنى، أظن اسمه مبنى المرايا حتى الآن. هذا كان من شغلنا الحمد لله. عشان توصل للمرحلة هذه أنت تحتاج يكون القزاز عندك، طبعاً في القزاز إذا دخل الفرن يكون فيه أحياناً في شيء اسمه الدستورشن أو التموج. عشان توصل لمرايا صافية لازم يكون الدستورشن عندك زيرو، صفر، لازم ما يكون، وهذا صعب جداً. الحمد لله وصلنا لهذه المرحلة وسوينا، عملنا الكوتينج طبعاً خارج، الكوتينج في الكوترز واللي هي مصانع خارج، ما هي في البروسيسرز اللي هي المصانع خاصة بتفصيل الزجاج زي اللي عندنا هنا. نعمل عليها وتركب موسوعة جينيس الحمد لله. هذا موجود عندنا في السعودية أو برا؟ عندنا هنا السعودية. موجود في السعودية. ترى الناس تحب السوشيال ميديا والدخول في الأرقام وحنا أول، وأنا أستغرب السعوديين دائما يحبوا الأعمال تتكلم عنهم بعدين نعلم بعدين نتكلم عنهم تمام. بعدين نحن ليش تأخرتوا في الإعلان؟ إيه زي ما قلت لك نحن دوبنا بادئين أساسا، فنحن في مرحلة التأسيس حتى يمكن إن شاء الله لما يعني زي ما تشوفوا في التصنيع لسه قاعدين نركب بعض المكنات. صحيح شفت أنا داخل. إيه مجال القزاز متنوع صحيح، ويعني له حتى تفرعات، وله يعني اكثر من 135 نوع تقريبا او شكل او تصميم، وبحر لا ينتهي يعني. فانه ان احنا كسوشيال ميديا دوبنا صح دوبنا بعدين في صح. في معلومات كثيره مغيبه يعني، حتى انا كانت جديده علي. انا لما جيت كبدايه في مجال الزجاج وجدت انه يعني طبعا انا ما كنت متخيل ابدا انه في عندنا كميه هائله من الانتاج. كنت اشوفها كيف على العمارات برا والمباني التجاريه المولات، ما كنت اتوقع انها صناعه محليه، كنت اتوقع انها تجي من برا. لما تعمقت في المجال وجدت انه اكبر حصه سوقيه للزجاج في السعوديه، في العالم انا اتكلم، اكبر حصه مبيعات للزجاج في العالم من السعوديه. ايضا كمان يعني نوع الزجاج اللي عندنا الخام اللي هو القزاز الكلير، هذا يعتبر من افضل واجود انواع القزاز في العالم بسبب نقاء الرمل عندنا والتربه وجودتها. تستوردونها ولا لا؟ الرمل من عندنا، الماده الخام السعوديه. ايه؟ عشان كذا انا اقول لكم انه احنا ثروه والصناعه عندنا سهله، تحتاج فقط الى مثل هؤلاء الاشخاص يبدأوا عشان احنا نشعر بالفخر، لأننا نمتلك كل شيء، نحتاج همم، هذه الهمة قدامنا. أستاذ مصطفى، اليوم في تطور، وأنت تحتاج تواكب التطور، أنك لك سنتين، على إيش أنتوا اليوم ماخذين مقاييس التطور في الشركة؟ طبعًا نحن بدأنا من، طبعًا نحن بدأنا من حيث انتهى الناس. الأجهزة اللي يعني جبناها عندنا في المصنع وشغالين عليها هي أحدث تقنية موجودة في العالم. ممتاز. في 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 مجال صناعة الزجاج. مثلاً أنا أعطيك الفرن اللي عندنا راكب منه في العالم اثنين، اللي شغال منه واحد. ما شاء الله. هذا اللي هو موجود عندنا كذا. ما شاء الله. أيوه الدبل تشامبر. الخط حق القص من وإلى من يعني من وقت التحميل إلى مرحلة التمبرا والفرن. كلها أعلى مقاييس، تعطيك أعلى مقاييس الجودة وأعلى مقاييس السلامة برضو كمان. ممتاز. بسرعة وصلتوا، بسرعة وصلتوا. إيش التحديات والعقبات اللي قابلتكم عشان صرتوا بالسرعة هذه اللي صار فيها تطور، صار فيها إنجاز، صار فيها مشتريات؟ أنت ترى مو بس قاعدين يغطون السوق السعودي، وصل التصدير لسه اسمه ما شفت شيء. طبعاً متعب جداً إنه تبدأ شيء وتشتغل في نفس الوقت. يعني نحن كنا نركب ونصنع في نفس الوقت، يعني أسسنا واشتغلنا، وهذا كان تحدي صعب جدا جدا جدا. ناهيك عن السوق إنه يقتنع بشخص يعني طالع جديد. هذا مصنع له مثلا 10 سنين 20 سنة، من أنت يعني تجي تنافس في السوق بهذه القوة؟
اسم جديد. فانت تحاول، مو تحاول، انت لازم توريه ايش او تظهر له ايش اللي يميزك عن غيرك، توريه الكواليتي اللي عندك، توريه مدى العمل اللي عندك، المكانات اللي عندك، الجهد اللي بذل في 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 قطعه القزازه هذه، منها يقتنع. والحمد لله نحن الان سمعتنا يعني كوننا سمعه قويه جدا في السوق السعودي. انا قاعد اقول يوم جاء طلب نكون مصنع للقباني، اقرا السيناريو سنتين مو معقول. يعني انا في مصانع غطيناها 70 80 بدايه التسعينات، ايش سر النجاح؟ ايش سر التطور السريع في مصنع القباني؟ ايش سر المنتجات الموجوده عندكم اليوم؟ النقلات النوعيه، انا الان عرفت من كلامك انه انتم حددتوا الصعاب الاتجاهات، واليوم انتم ما شاء الله تبارك الله يعني كانكم قديمين في الصناعه. السعودي اليوم، الموظف السعودي الموجود عندكم اليوم، كيف امكانياته في ظل التطور السريع هذا اللي معكم ما شاء الله؟ تمام. اول شيء جوابا على المقطع الاول من السؤال، كيف وصلنا لهذا الهدف في فتره قصيره؟ تحديد الهدف رغبه الملاك الشديده يعني في انه يبرز المصنع كافضل المصانع الموجوده في السوق. الرغبة هذه انعكست على الشباب، وهذا الشيء حفزهم. يعني في منهم كان اللي يجلس 12 إلى 14 إلى 16 ساعة ما شاء الله الدوام، عشان هذا منه مو بنظام، رغبة منه. اي نعم. اي كويس. اي رغبة، يعني زي ما قلت لك انعكست الرغبة، اتضح الهدف. عرفنا كلنا انه بمجرد انه يبنى هذا الاسم راح يكون لنا نحن يعني كموظفين يعني البصمة في هذا المجال، في هذا يعني في هذا التطور. كموظفين سعوديين وحتى فنيين سعوديين موجودين عندنا، طبعا القزاز شيء جديد تقريبا على الشباب السعودي. صحيح. بعضهم كان مبهور صراحة، جاء يعني من خلفية في القزاز إلى أنه يركب على السيارة أو حتى يعني يمكن ما يعرف انه من الرمل. صحيح. او كيف مصدره وكيف ينقصه وكيف حتى يحمل او كيف التعامل معه اذا انكسر. طبعا ناخذه في عده مراحل. نحن انشانا زي الدورات التدريبيه للموظفين قبل ما يدخل المجال هذا، بحيث ياخذ جميع احتياطاته، احتياطات السلامه، وكذلك التدريب على الأجهزة. الحمد لله يعني وجدنا عليها إقبال من الشباب بشكل طيب. الشباب صراحة يعني أنا برضو يعني وأنا واحد منهم طموحين جدا في أرض المصنع، في الإدارة، حتى في عندنا في الإدارة الرئيسية طموحين جدا، وهممهم فعلا فعلا عالية، يعني تناطح هامات السحب. يعني أنا أقول ما شاء الله تبارك الله، ترى مدير التشغيل والإدارة، أنا تعمدت أني ما أذكر المنصب في البداية عشان تسمعون الكلام. بعد ما نسمع كل العبارات اللي قالها وكل الخطط، أقول لكم مصطفى بخاري هو مدير التشغيل والإدارة في هذا المصنع في هذا العمر ما شاء الله تبارك الله، وتحت شباب ما شاء الله تبارك الله طموح عالي، رغبة قوية جدا. اليوم يا مصطفى احنا قاعد راهن على الشباب السعودي انه يقود الدفة. اليوم السعوديين ما شاء الله تبارك الله في الادارات 10 على 10، الا 100 على 100 الا اثبتوا نجاح عظيم في الادارة. اليوم احنا عندنا في خطط الانتاج فنيين، المشرفين، المراقبين، المهنيين اللي على خط الانتاج، كيف تكون حظوظهم مستقبلية ان كان عندكم او على مستوى الصناعة بما انكم اليوم احد صناع؟ انت تتكلم على خلال سنتين كتطور شركة، فما بالك كتطور موظف يعني موجود عندنا من الموظفين الشباب السعوديين اللي بدأ كعامل عادي جدا، يعني حتى ما كانت عنده المهارات الفنية، أخذ التدريب وأصبح فني، عنده رغبة. وعشان كذا أنا أقول لك الطموح أحيانا يعانق السحب. ليش؟ لأنه كان عنده الرغبة الداخلية وعنده حب التعلم، وأنا دائما أركز على حب التعلم. مو شرط انه تروح يعني تاخذ دوره معينه، او ممكن تتعلم، وهو هذه من افضل الطرق اللي يعني الان اداريا من افضل الطرق في التدريب، اللي هو التعليم على راس التدريب او التدريب على راس العمل. صحيح.
بدأ طبعا معنا، وفي أكثر من مثال يعني، حتى مو هو شخص واحد، في أكثر من مثال من الشباب اللي بدأوا معنا من عامل عادي إلى فني، إلى مشغل ماكينة، إلى أنه يدخل في الصيانة حقتها. حتى يعني لما جاءوا الخبراء في الكشف الدوري كل 6 أشهر يستغربوا من يعني الماكينة كنا دوبة راكبة، يعني ما في تقريبا الاستهلاك حقها كان يعني well maintained، فيها عناية جيدة، صيانتها فيها عناية جيدة. فجبنا الشاب تفضل عرض عليه انه يشتغل معهم. ما شاء الله. اي نعم، مصممين عندنا كذلك، عرض عليهم اعمال خارج البلاد بسبب ندرة اعمالهم او انه يكتشف شيء جديد. زي ما قلت لك القزاز مجال مفتوح جدا. صحيح. وان كان يعني صناعة عريقة، لكن بدأ العمل على الأنواع والتشكيل وخلافه في الفترة القريبة. اليوم بسألك سؤال حقك تجاوب ما تجاوب. اليوم التصاميم تعتبر هي الندرة وتعتبر هي السلعة الفريدة عند المصانع. أنتوا اليوم تصاميمكم مستوحاة من شبابكم أو من خلال التريننج والتدريب، أو إيش الخطة اللي مشيتوا فيها عشان صرتوا ما شاء الله تبارك الله من ضمن أفضل مصممين الزجاج؟ تمام. طبعاً نحن عندنا المصممين سعوديين استوحوا أفكارهم من، في بعضهم يعني اللي كان مبتعث في الخارج وجانا هنا، ما شاء الله، فجاب بعض الأفكار من هناك، تولدت أفكار داخلية موجودة عندنا هنا برضو، أفكار محلية، بعض التصاميم تكون مقترحة من بعض الملاك والعقاريين، هذه كلها تصب عندنا هنا، فنحن نبدأ نطور فيها ونحاكيها بالزجاج. تطور مصنع، تطور شباب، تطور تصاميم، تطور المنافسة. أنا قاعد داخل جو تطور، أنت تسمعون الكلام هذا كله ترى في 2 سنين، عشان كذا أقول لك ولد البلد دائما أولى، لأنه يسعى للتطور الشخصي وثم تطور الصناعة في السعودية، توطين الصناعة، الأفكار الصناعية المتطورة. عشان كذا إحنا نقول دائما السعودي هو اللي يبرز، السعودي هو اللي دائما يكسب ثقة الجميع، لأن له ولاء للمستثمر، له ولاء للأرض، له ولاء للبلد. عشان كذا قاعد نشوف تطور سريع جدا، وهذا السبب إيش سواعد السعودية. اليوم عندنا فكرة جديدة صارت في خطوط الإنتاج أو في الأعمال الإدارية. نعلم أن القسم النسائي دائما يكون جدا ممتاز في الديزاينر أو التصاميم، المحاسبة المالية غالبا الإدارة يكونوا ناجحين فيها. اليوم في خطوط الإنتاج في مصانع الزجاج، هل ممكن نشوف سيدات سعوديات يعملون في هذا المجال؟ نعم، وحرفيا في عندنا، أنتوا الآن عندكم موظفتين سعوديات في مجال الديزاين. غالبا ما يكون شغلهم يعني في الإدارة الرئيسية كمكاتب هناك لهم، حكم بعد المصنع يعني عن الإدارة او عن مركز البلد يعني، لكن وجدنا منهم رغبة في الحضور الى المصنع، وحاليا يعني جاري ترتيب المكان انه يلائم السيدات كذلك. فعلى جاي ان شاء الله باذن الله لهم هنا في خلال 2 شهر تقريبا او 1.5 شهر حتلاقيهم هنا باذن الله. ترى اللي يشوف المصنع ما يقول له 2 سنين ترى. أيه. ما شاء الله تبارك الله. أيه. فرغبتهم حتى انهم يجوا هنا بس على اساس ينزلوا ويشوفوا
يعني أثر عملهم على أرض الواقع، هذا يحفزنا نحن إنه نستقطب أكثر وأكثر. أستاذ مصطفى، أنا قاعد أشوف الآن تصاميم ومنتجات زجاجية، تصاميم عالية بدقة بجودة بسماكة بمتانة. إذا أنتوا الآن هنا، مستقبلكم كيف راح يكون؟ طيب كتصاميم الحمد لله نحن بدأنا ندخل الأسواق العالمية، بدأنا التصدير لبرا. في بعض التصاميم يعني كثر ما ظهرت السوق المحلي والخارجي، كانت الأولى في نوعها في العالم تقريبا. عرض علينا أنه مثلا شراء الفكرة، ولا يعرض عليك أيضا حتى استقطاب الموظف هذا. طبعا أنت موظف عندك أعطاك الفكرة هذه وأبدع، مستحيل أن يفرد فيه كيت. فلا، عندك طبعا شركات تتنافس على الأشياء. أنا أهيب بالشباب السعودي صراحة، لا يهملوا مجال القزاز، في فرص واعدة بشكل رهيب جدا، وندرة المجال هذا تعطيه تميز. نحن الآن بنشوف بعض الشركات يعني تحارب لموظفها لندرته، تسعى إنها مثلا تستقطب من أماكن ثانية. ما في أماكن تدريب تقريبا متخصصة في الزجاج، صحيح. فأنت إذا 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 اشتغلت في مصنع قزاز، أخذت التدريب الكافي، احترفت، صدقني الكل حيتنافس عليك. ما يحتاج أنت تسعى لأنك تدور مكان أفضل، المكان الأفضل يدور عليك. ممتاز. فخور فيكم اليوم، فخور في النقلة النوعية اللي أنتوا قدمتوها. شركة ناشئة، ومع نشأتكم جت رؤية 2030. كيف بتتماشون مع هذه الرؤية؟ طبعا الرؤية يعني تتمركز حول عدم اعتمادية المملكة العربية السعودية بشكل كافي على النفط، والتوجه للصناعات أو المصادر الأخرى بشكل أدق. الصناعات واحدة من أقوى وأكبر المداخل أو المصادر لهذا الدخل. مجال التصنيع يعني أبرز العالم من دولة مثلا للعالم، من العالم الثاني للعالم الأول، صحيح. فنحن تركيزنا في الفترة هذه، يعني أنا أعتقد حتى من إلى 2030 تركيزنا على الصناعة يكون أقوى وأكبر. أنت الآن تتكلم عن التركيز في المرحلة المقبلة، في سنتين الخليج، الأردن، مصر، الهند. كيف وصلت بالسرعة هذه؟ أوكي محليا مقتنعين، بس أنك تصدر خارجيا وبالسرعة هذه، لا هذه يبغى لها جلسة. وصلنا للمرحلة هذه. طبعا في كثير من المشاريع اشتغلناها مثلا في مناطق حيوية، وهذه نقطة ممكن نركز عليها نحن كبنائين أو كفنيين أو يعني متخصصين في هذا المجال أو في مجال المقاولات، نركز على المشاريع اللي في الأماكن اللي تستقطب الناس من شتى أنحاء العالم. هذا كنز عندنا طبعا. الآن مكة والمدينة مثلا بيجوها من جميع أنحاء العالم، ناس بتسكن في فنادق، بتشوف الأعمال، تنتبه عليها، بتشوف بصمتك عليها، تبدأ تسأل. يعني أنا ما أنسى ذاك اليوم اللي جاني فيها اتصال في مشروع الكويت. جاني اتصال من دولة الكويت الحبيبة، استغربت يعني صراحة. رديت، قال لي أنا تعبت، الوظف قال لي أنا تعبت لين وصلت لكم. يعني حتى ما هو يعني بيسعى إنه يوصل، حتى ما هو يعني قال لي أنا حاولت إني يعني بالقوة قدرت أوصل لي. قلت له أهلا وسهلا فيكم، فعلا جاونا في زيارة هنا والحمد لله بدأنا التصدير. واحدة من طبعا المملكة العربية السعودية ممثلة في حكومة خادم الحرمين الشريفين دعمت القطاع الصناعي بشكل مباشر من خلال مساعدات التمويل الخاصة المجال الصناعي، من خلال رفع رسوم التصدير والاستيراد خصوصا للأجهزة وعلى بعض المنتجات الرئيسية،
رفع المقابل المالي على بعض العمالة إذا أنت جاي وتبي تنشئ مصنعك. هذا الدعم كله دليل واضح ومباشر في توجه المملكة العربية السعودية للمجال الصناعي. ما شاء الله تبارك الله. أتمنى لكم دائما مستقبل جميل، تصلون طموحكم، تصلون لأحلامكم. نحن نفتخر بكم كسعوديين، كمنتج سعودي، كأرض سعودية، كسواعد سعودية تخطو خطوة واثقة نحو الصناعة، نحو ما نتمنى أن يكون موجود في برنامج سواعدنا. أستاذ مصطفى، صرنا ما عاد نتخيل ولا نتوقع، صرنا نجي مكان تلمس ونتأكد أنه راح يكون في حاجة جديدة، راح يكون في شيء مغاير. سنتين وبرزوا، سنتين وأبدعوا ووصلوا واستمروا، كان لهم طموح، كان لهم هدف، واليوم هم يتمركزون على أعلى هذا الهدف ولا زالوا مستمرين. السوق يحتاج إلى جودة، الأعمال تحتاج إلى إتقان، أن تواصل وأن تستمر تحتاج إلى أن يكون هناك منتج يثق به الجميع. في هذا المصنع تطوروا، واصلوا، اجتهدوا، فحصلوا على ما ترونه وما رأيتموه خلال برنامج سواعدنا. بمثل هذه السواعد في السعودية نحن نفتخر، وبمثل هذه السواعد نحن نشد على يديهم. دمتم سالمين.